منغوليا دولكي جنكيز خان هولاكو دولكي يكسو جودين فردولي دي ديگا عبي جري هيلو كعيرينك احنا عوني جري منغوليا وحيد عذاو قويق باري قارد آسيا انتو لحيس الروشك يشينها وحا مقال مدحوه أولان باطور وا دولد آن اللهين بد اما وا دولد حران حليا دقارو حلقو مقعابا منغوليا دا شيشة سلا وقرتو منغوليا دا هوسي او اه قبل حكون هوساد له وشينه راسا بدك منغوليا وحقارة يهل مليان يشان بقولة كون او كيلومتر او سكويرا تيرادة دادك منغوليا وحلقو قياسة صدح مليان او كليا سببت وحيتاي ملايين منغولا يا اوهجرودي روشك شينها ايو مرايكنك وقت ان سيداس اسي فوقين الرمالي حريرة دقال حماكو دفتاي ودنكاسي منغوليا منغوليا وادلك كليا يا عالم كتيرادة فردها اي كبديهين تيرادة دادك وحودلكاسي عان كوياهي بانانا دعقارك اي حولو داقان وحا منغوليا لوغاها تلالوق لقو مقعا بالهالها وحا لغو قرا حروف تسلافيغا او اح حروف تلغو قرا افكار روشكا يميدكا يوكراين دادكا منغوليا كونو البقل كبا ساقاشن وا منغول اما مغول تتارا هالكا افر بقل كبا ييهين كازاخ اما دادكا سوجودا كازاخستان لابا بقل كبا وا قبائل كهان كاشينيسكا هالكا لابا بقل كبا ييهين روش لابا بقل كبا ييهين دادكا لأ دينا دينهان كنتو نصدح بقول كيبا دادك منغوليا وابوذيين هل كصدو نسيديد ايهن داد آن دين لهين وواحد دينا نهي سنين مسلمين توحي قارايان صدح بقول كيبا هل كنصارى داما مسيحيين تسيدو كلي قارايان لابا بقول كيبا منغوليا تاريخ ليابله يو وقت حادر اما كاقله شعب جعل فرده او لوغوها سبانانا دا يدو حوين كعقاركا راحاتو دو وحي كجرتا تيندل تاكتو دمر كودا وقت وضوح قيبيان حل اي حابس او قرايان اي حل اي حوالاه لسايان مهر كودو نوا رجيس كيت او لغو حردي تهب اي مرجان وحا او بيوبك بدين اي منغولي كجرى مانتي توا فرقي قوين او دحي تاريخ دو وضان كاسي يسيد او يهي حال كيسا مانتا امبراطوري دي مغولك او لسي جنكيز خان وحي اهيد مد كمدا تي او قوين اد مامولاد ادونك سوامرو ادونك اي انتي سبادان قبسدين وحال واي عيد هور استاكتو مسلم يقال عيد مدو حجب جرين دقالك انا باللابنين ارقاق حي عبسلق قبو عيدا كي مغولك تاسوا تاريخ دي هوري منغوليا لكن ما انتي توادل انا لا اقول ما يشودعو وادل فقريا او تبردرن دولد انا الاغين وحا عالم ككتشرو دادك منغوليا سديتا بقل كيبا وادد رمية دادك ريرميجا منغولك وحيد استان وحلقو مقعابا جير او آد اشبه اقل صوماليغا وحوحانكو ياهي ان سفود اللو ديسي كارو سفودنا لو كالفوري كارو اصلا هم وحا استعمال جيري عيدا مدي تطاركا يا منغوليا مركي اي دولا يا نوي ديسان جيرين مركي اي تاقا نوي سيقا دن جيرين ام هوري اي اسي فوچو سن جيرين امبراطورية دا مغول كاما تتاركا وامد كاما دا امبراطورية ديها دوكا صومرا كوي اوغوينا لنا عدولكا يكتلينيسي وانا ارقاقحي اوغوينا دوكا صومرا وحا اضبق اوها ندوي قبائل كي مغول كا يتيمو جين جنكيز خان وحوكا كميدايي وحونا حكم كقبصدي كن لببق للح ميلادي حدودك امبراطورية منغولي وحوغاري بلعاهان لغسو بلابو حدودك جابان إلاي فنلان وقويغ يورب وقويغ روشك إلاي كمبوديا كونفورت بريئة آسيا تاتاركو ووضن كان يري هدى منغوليا لإرادة قبيل دغيشري منغوليا مداء آدو ير أي وحي كو قبصدين باريغ دوني دوردن وقت آدو كوبان باي وحي قبصدين لغسو بلابو جابان إيا جاينا إلا إيا بولند انتا كرد حلاق أبصادين تريد دادك إيا حكومة يسي وحوغاري بقول مليون أوقف هدبا إسويدي حلقاس تريد دادك عالم كوردان إمي سيهيد
إمبراطورية تتارك وحكة لنسي مساحة صدون سدح مليون أو كيلومتر أو سكوير وحولك مو لباطني لابا بقول كيبا لولك برقة دونك أودان دولان كمغول كعالم كسدة نيوك باللوضي كل لابا بقولي تضبع إذا مدى جنكيس خان وحي كدو لين شينها مدير كدبنا لولك أيا ديجين دولده شينها كلنا بقول يكوي طبعاً جنكيز خان وحكود ولي بقرطوية بارقة شينها دعادي أولوغو مقعابو بقرطوية دا جين وقتكو مقادنين إنو عكتا مري بقرطوية داس كدبناو هو أفكا ساري دنكا قلباتكا أسوغو كوا جهن دولد دي مسلم قايدة الخوارزمي أي وهو قايمين هايي علاء الدين محمد الخوارزمي كل لبا بقولي سقالة طبعا إذا ماذا جنكيز خان وحي كقدبين ويبقى جيحون وحين أفكا سارين حدود كدولة دي الخوارزمي عيدهور استاكتي أيا لوايي إلا أي جاران مغالين كواوين أي بخارة نيسابور سمرقند لولك أيا ديجين مغالوين كاس وين بربريين دمانتود تتاركو حسوق آن هوري اللو عرقاي كاقيستين مغالا دا بخارا تاريخي هنا دو حيشيغان انت دباب بقولا كن اوقف اي ديلين تاسو كاديغان انت دكي مغالا دا كسوغنا لمان تدلا حسوقي بخارا سيداي ورد ميت ديگا دكتا لو دارك غورا مغالا دي دميت والا لاي هانتي دا انتو ويساقو قاتي مو ياني اسكارتي باقي جيبالوغو سيداي ولا ودي مقالة دانية سيدة وكيد ابن كثير كورم يا وحلي فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله وحي لا ينبولي يدد أن تردو دا علمو يانا عدك لقرانين عرورتي يدومركي واك حيستين وافر حمية بل الدومرك غيرك رقه هرتي سيدومرك لقو فر حميني عاسكي سيء عرورتي سيء ومحالا إلى هذا هبلي سيء وهرتي سيء لكو فرح وميني عدي ماذا حكي يرتاك تامي سوصوت هكتانا ماذا حلقة شري قال هذا بخارة لورين شري انتي دا قال انتي انتي سيديبتين لابا دي بوارد انتي مغولكو حي استعمال جيران سياسة هكتاقين قفنول ماشي اقلان قفنول وقميت سنتاق جيران مقالاوين بادن ايه حاسوقين لمان دادكي كنولا عيدا مدو حيجب جيران دقالك انت اوسن باللابنين كهر وحاجري شيكوينا ان مغولكو انا لجبن كرين دولدي الخوارزمي اوهي دولد ادوين خراسان أولك سند آسيا دهه فارس أذربيجان إلى عراق شام أيه أولك لسمين دمان مغولين كي كيالي كن لباب غول لباتنة سده مغول كوحي أفكا ساني دانك روشكا دقال لغو مغعاب ويبكا كالكا أيه عيدة مضا روشكا وقدقين سيد الراشين لشيدي أوكالي قما دا دحون أيه أقايستين إلى موسكو ويقاران مجر تعيد هوريستاكتي كل باب غلا فرتني كوهي عيد مدى مغول كو أفكا ساني دانكا باريغا يوروب دقال لغو مقعبا ساجو أي عيد مدى مغول كو حسوقين إذن كي إمبراطورية هنغري يكرواشي سيدو كلا دقال لغو مقعبا ليك نستا أي عيد مدى مغول كو كو مادين كو بولن إيا فردولي ده هيكالك إيا وليب كوي بروسيين تجرمالك كدب دي مشادة تيموجين جنكيز خان وحاب بدلينين لغو مقعابو مونكو خان امبراطور كسوحاكا قوانيد انو قبصدو مقالة دا بغداد وحي عيدا مدي سؤول دي بينين دي قعبو لغو مقعابو هولاكو هولاكو كومنان عيدا مدي سايو لغاجيي دانك بغداد عاصمة دا خلافة عباسيين تا
go'doomin adag ayuu ku soo rogay wuxuuna galay 1258 taariikhdu markay ahayd. Walaako, Baqdaad wuxuu ka geystay xasuuq ka darankii ka dhacay Bukhara iyo Naysaabuur iyo Samarqand. Waxay taariikhyahanadu qoraan in maalmo fara badan uu xasuuqu socday, waddooyinka magaalada ay noqdeen webiyo dhiig ah. Caalamka Islaamka oo dhan ayaa gilgilmay musiibada Baqdaad ka dhacday darteed. Dadka qaar waxay u maleeyeen in saacaddii qiyaamaha la gaaray musiibada ku dhacday dadka Baqdaad darteed. Taariikhyahanada reer galbeedka waxay qoraan dadka meesha lagu dilay inay gaarayeen 800,000 oo qof, halka masaadirta muslimiintana ay leeyihiin dadka la dilay waxay gaareen 2,000,000 oo qof. Waa ugu yaraan muddo 4 sano ayaa Baqdaad ahayd meel haawanaysa oo aan lagu noolaan karin. Arrimo la xiriira malaayiinta qof ee ku dhimatay ama lafahooda iyo dhiiggooda weli u daadsan yahay magaalada gudaheeda.